قضيه جواز سفر أخبار الدولة حتى في الاجتماعية وموقف الدولة من قضية الصلاح سون باسبور وحالته. هاي الوزير ثم قلت القضية لإمام العدالة ما تكلموا فيها، في قضية إنسانية مع إمام العدالة، هي قضية مواطن موريتاني قطع درت له عملية جراحية زمن السجن وبذلت الحكومة جهود مشكورة عايزين رجعته، يا غير ذي المواطن عاد سجين داخل وطنه بأنه ما عنده قضية داخل وطنه ولا عنده أي تهمة تلاحقه، وهو حالا قالوا الأطباء كاملين أمريكيين وألمان وموريتانيين وعنده ملف طبي جاهز وعنده أطباء فاتوا طوعوا به، العائق الوحيد أمامه هو عائق يتعلق بباسبور ممنوع بمبررات اللي ندور عندكم. ما شفت الإضافة ما هو ربط بشي ما لا ربط ما يربطوا بشي. أنا أقول لحال لا تعرفوا كيف قلتوا كيف يتركم الإجراءات والجهود اللي انبذلت لإطلاق سراح المعني، وقطع عنكم الدور تعودوا لها متفهمين أنها ما كانت بك البساطة، وأيضا حرص الحكومة على أمنه وهو موجود منين يعود هو متحمل مسؤولية راسه وحاصره لا شعرنا نحن ما فيه مشكلة قد يوفر له يقير بعد مسؤوليته. من تعود الحكومة الموريتانية إلى الصبح عاد في مشكلة لا تعود هي المحمل المسؤولية ولا ينطلب منها يلا حد يحترم إجراءات اللي عدت اللي تعود في ظاهري هذا اللي قلته ما في حقيقتها هي 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 شو آخر، والمعني سيد العارفين بذلك. إذن شكرا.